نرحب بحضراتكم مرة تانية وكعادتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ معاكم بالتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الفريق أسامة عسكر رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة عاد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا. والهيئة الوطنية أعلنت عدم تلقيها أي طعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، هبوط 305 طائرة بمطار العريش نقلت 8500 طن من المساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا اللي استمرت عدة أيام. والتقى خلالها بالفريق أول بحري جوس بيكافو دراغوانا رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت موسيقات السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين. أيضاً عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وأيضاً التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة. امبارح أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أي طعون على قرارات اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية خلال المدة المحددة لتلقي الطعون اللي انتهت مساء الخميس. ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، بدأت الجمعة فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات وفي قرارات اللجان العامة، ولتستمر لمدة يومين الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023، وتعلن النتيجة النهائية وتنشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين. امبارح وصل عدد الطائرات اللي استقبلها مطار العريش وبتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة اللي اندلع في أكتوبر الماضي 305 طائرة نقلت نحو 8500 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة. وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولاً لقطاع غزة. أما بالنسبة لأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، ففي مجموعة كبيرة من الأخبار، من أهمها إنجاز 91% من أعمال مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية. كمان مرسي علم هتستقبل 20,000 سائح خلال أسبوع. كمان معنا الكشف على 1370 مريض في قافلة طبية، واستحداث شنايش جديدة لتصريف مياه الأمطار في حي الجمرك بالأسكندرية، وأخبار تانية من محافظات أخرى نتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة الغربية أعلنت أن مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبر باي المقامة على مساحة 13,100 متر مربع بيسير على قدم وساق، وأن الانتهاء منه هيكون في أقرب وقت، ووصلت نسبة الإنجاز فيه 91%، وأن المستشفى هيخفف الضغط على مستشفى المنشاوي العام وهيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بكل فئات المجتمع. هيستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 100 رحلة طيران سياحية دولية قادمة من مطارات مختلفة في أوروبا بتقل على متنها ما يقرب من 20,000 سائح على مدار الأسبوع المقبل ابتداءً من يوم السبت وحتى يوم الجمعة القادمة قبل بدء احتفالات عيد الكريسماس، وده وفقاً لجدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة لإجراءات الأمن في صالات الوصول والاستقبال. الهيئة العامة لقصور الثقافة هتطلق فعاليات الملتقى الثقافي 14 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ضمن مشروع أهل مصر بعد اليوم السبت بمحافظة أسوان، وبتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي. مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأقصر أعلنت الانتهاء من الكشف على 1370 مريض في قافلة علاجية لأهالي إدارة الزينية بوحدة الزينية بحري، وتضمنت القافلة التخصصات نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، البطنة، الرمد، الجراحة، العظام، خدمات الأشعة والتحاليل، الصيدلية، بالإضافة إلى الكشف العشوائي.
شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انتهت من أعمال إنشاء شنايش لتصريف الأمطار في نطاق حي الجمرك بالإسكندرية ضمن الاستعدادات للتعامل مع سقوط الأمطار. محافظة مطروح أعلنت انطلاق فعاليات العيد القومي لمحافظة مطروح في الذكرى 108 لانتصارات قبائل مطروح في 15 ديسمبر 1915 على العدو الإنجليزي في معركة وادي ماجد الشهيرة. وبدأت فعاليات احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي بأداء قيادات مطروح وعمد ومشايخ وعواقل القبائل صلاة الجمعة في الجامع الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، أعقبها إيقاد الشعلة من أمام ديوان عام المحافظة ابتهاجاً بالعيد القومي. محافظة البحيرة أكدت بدء أعمال رصف 4 طرق ضمن الخطة الاستثمارية باعتمادات مالية وصلت ل 77.3 مليون جنيه، وتضمنت أعمال رصف الطرق أعمال التكاسي وإنشاء سور وطبقة الأساس بطريق كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية، مع استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول كيلومتر بمركز الدلنجات، وطريق مدرسة الزراعة بطول 2 كيلومتر بمركز بدر وبتكلفة تقدر ب 8.7 مليون جنيه، مع استكمال طريق كورنيش رشيد بطول 1.3 كيلومتر بمركز رشيد.